بيقولوا انه لما تتشهر قبل ما تتعرف على شخصيتك رح تتكفل الشهرة بهذا الشيء، وضيفنا في نهار اليوم كلفته الشهرة بزاف وعلمته اكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا. وش راكي؟ وش رايك؟ تفضلوا. تفضل. بسم الله. لو كان ما درتهاش كنت خلاص نديرها لي البرنامج. سي بون يا راكي تعرفي. وش راكي؟ اهلا. وش راك؟ الحمد لله. كيف حياتك؟ كيف حالك؟ حياتي راهي بزاني بزاف فرحان كي خيرتيني انا الاول في الميسيون تاعك. مرحبا بك. كاين بزاف ناس حابه تعرف عليك بعد ربما اقاويل كثيره، كاين بزاف نقاط الناس ما دارتش فيهم كيما نقولوا في وسط حنا. كتاب حياتك اليوم راح نفتحوه. اليوم حيديك وبري معنا كلش. كيفاش جاي كتاب حياتك، معمر ولا فارغ؟ كتاب حياتي حيكون معمر. بزاف حيكون فيه بزاف لي شابيت. شوفي كاين برومي شابيت تاع فاروق الانسان اللي قبل ما يكون معروف. معروف. ومن بعد عندك ريفكا. اعطيني عنوانه. عنوان تاع كتابي. عنوان تاع كتابي باوي. عنوان تاع كتابي تاع حياتك. ها 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 وليد مالكه سي بوغ سا انا قريب بزاف ليما. هي كان هي كان مدابيه تكون عندها بنتها اللي تخبر معها كل يوم اكسترا، مي كان لازم انا نكملي لها داك الفيد تاع ما عندهاش بنتها. تسمى يما صاحبتي. نورا. نروحوا مباشره دركا نشوفوا الفهرس تاع الكتاب تاع حياتك واش فيه ونعاودوا نرجعوا. الي مي انت كي تشوف زعما الفهرس تاع حياتك وتشوف روحك واش درت كامل، شنو هو الشعور اللي يجيك؟ لامبريسيون اللي تي با ديجا بروميامون لوفات لي والدي راديين بيا هذاك هو صح. اي كي نشوف الفرحه تاع يما الفرحه تاع بابا بون ماشي نقول لك زعما جو سي بارفي ولا درت بزاف عفايس، مي الحمد لله شغلت اليوم في عمري 26 سنه نقدر نقول بلي في هذا الباركور اللي درته في هذه السنين اللي درتهم في ميدان مواصل مواقع التواصل الاجتماعي الحمد لله يعني كان باركور اللي نقدر نقول بلي نفتخر به. فوالا خلينا نبداو بالمؤثر او صانع المحتوى. واش تفضل انه يقول لك صانع محتوى ولا يقول لك مؤثر؟ صانع محتوى لانه تاثير كلمه بزاف كبير. كي نقولوا مؤثر نقدروا نهضروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغلت ما كاش انسان اللي اثر في الامه تاعو كيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلمه مؤثر كلمه بزاف 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 كبيره على اي انسان. تما نقدر نقول لك بلي نفضل كلمه صانع محتوى. وكي نهضر على كلمه صانع محتوى اليومنا هذا كاين 3 كاتيجوري تاع صناع محتوى. بروميير جينيراسيون تبقى افي، دوزيام جينيراسيون عندك فوري تبقى 24 ساعه، الى ثروازيام جينيراسيون سي تاع لي لايف تيك توك. كيما اليوم انا نشوفهم بزاف. انا بورو ما نقدرش نقول لك جو سوي كونتر، لكن سي جينيراسيون اللي راهي جايه. كاين اللي راهم يديروا عفسه مليحه، كاين اللي راهم يغلطوا، لكن مع الوقت جو بونس كو لا ثروازيام جينيراسيون راح تكون احسن ما احسن. تسمى كي نقولوا صانع محتوى كاين انورميمون دو كاتيجوري، كاين سبور، كاين موسيقى، كاين اللي يهضر لك على لي موبل كيما رانا نشوفوا اليومين هذا. كاين ناس كيما نقول لك الزاجغيه يتضبوا رابيدمون، كاين اللي يولي يبيع لك كاس، يا السلام عليكم خوتي فوالا دخلنا كاس جديد. اكيد تشوفي فيهم. صح وعندهم ايرادات اكثر من الناس اللي تكون ربما اكزاكتومون عندها سامبل ماغازان. نولوا 2013 نقول لك اسمعي نقول لك حيخرج لك انسان من معالمه يبيع لك كاس يقول لك فوالا دخلت لكم جمله فوالا خوتي، تقول لها ما كاش منها. كي فاهمه؟ بصح اليومين هذايا وانا نحييهم باسكو ما فهموش معنى الماركتينغ. دايوغ سي بوغ سا قلت لك دخلت انا في لو كوتي بيزنس، فهمت انه لي ريزو سوسيو هي فرصه باش تسوق المنتوجات تاعك ولا لو بيزنس تاعك. والحمد لله يعني كيما نقدروا نقولوا دوكا كاين بزاف ناس لي زالجيريان اللي ولاو يديروها. ديجا التسويق الالكتروني حاليا سي لا باز. ريفكا استعمل ربما مواقع التواصل الاجتماعي من ان سيرفور في مطعم، شاف ربما كان هو يعمل في جزء من المطعم ولا صاحب سلسلة مطاعم في أنحاء مختلفة في الجزائر، البادري المادري. كيف احكي لي ديجا لا ترانزيسيون هذه كيفاش؟ شوفي نبداو من الحكاية دو باز. الوالد تاعي كان عنده مطعم سريع. انا كنت بزاف صغير كان يبيع لي بيتزا لي برجر، كان عنده فاست فود. ومن بعد لي زيتو تاعو اليوم الحمد لله راه طبيب اسنان. اي ابري قلت راني حايب شكون نحمد له هديه، راني نحمد له ان كادو البابا. شغل باسكو كيما نقول لك هو رباني هو كبرني داير مامي ما مي راني حايبو توجور يبقى هنا. دونك قلت ندير ان بيزنس اوماج ليه هو. درناه كيف ديناه كيف اليوم الحمد لله. رانا في بزاف مناطق في الجزائر في التراب الوطني. لكن الناس لازم يعرفوا انه الوالد تاعي كان في هذا الدومين وانا كنت اتيديون صباح وعشيه كنت خدام سيرفور.
ما حطيت غير سيرفو غسلت المعان كنت نسربي كنت نطيب ثم درتهم كاع على بالكم وصاص باسيف وصلت دخلت ان دومين اللي على بالكم وصاص باسيف خصك خيرت هذا الدومين يعني اللي تعرف فيه دير اكزاكتوم تربيت فيه خدمت واحد 4 سنين في بزاف لي ريستو ولي فاست فود هنا في الجزائر الجزائر العاصمه كيفاش ديجا من البادري للمدري احكي لي ديجا باسكو انا لامبريسيون ك الام ديالك غارت شويه حبت المدري يا ربي يا سي سلام امبريسيون اللي مدوها لها هي من الحانوت الاول غارت باش من الحانوت الاول تاع البادري هذيك البوتيكه صغيره درناها سعيد حمدين غارت قلت لك كيفاش وانا كيفاش من ده قلت لها شوفي قلت لها انت نحب ندير لك عفسه كبيره قلت لها خلينا نبداو بالاكل السريع نبداو بالبادري ثم بدينا بالبادري بدينا الفرع الاول في سعيد حمدين ومن بعد رحنا لعين الله توجد رجال العاصمه بعد رحنا سيدي يحيى بعد مور حطينا لاباس بعدين حطينا لاباس خلاص ولا عندنا اون ايكيب يعني نحيي ليكيب تاعي سينو بلا بها البادري ما كاش بس لازم تعرفوا بلي البادري كان موراه اون ايكيب وكاين ثاني ان بوان تري امبورطون لا تيم بادري كاع مسهر ما كاش واحد يديباسي 30 سنه مانيش نقول صحاب 30 سنه كبار يعني هما كامل شباب جزائري مي لازم تعرفوا بلي لا تيم بادري كاع انا لو ديريكتور تحتي لو شيف كويزيني يعني كاع ومام الخدامين تما ما كاش واحد يدي باسي 30 سنه سي بيان يعني هذا الشيء سي سا دي ولا سي سا سينيفي كيك شوز هو انه الشباب الجزائري يعني حاب يخدم فوالا حاب يخدم بديناها درنا سعيد حمدين عين الله سيدي يحيى ومن بعد رحنا باب الزوار بومرداس فتحنا تيزي راح نفتحوا ثاني في ولايه واحده اخرى ان شاء الله يا ربي يما بدات كيفاش سمع هذا راه غير يزيد وانا مازال كيفاش دونك مور ما ستابيليزا بيان البادري قلت نتوجه ليفل اللي عالي عليه يعني الخطوه اللي موراها اللي هي لا ريستوراسيون لازم نعرفوا انه الفاست فود راه هنا لا ريستوراسيون راه هنا يعني شيء ماشي كاع ساهل يضيق انا اليومين هذايا يديروا ماركتينغ مانيش نحط بزاف لي ستوري مانيش بزاف اكتيف مواقع التواصل باسكو راني حايط راسي كاع في لا مادري يعني مادابيا ثاني نكريو لا باس تاعو باش من بعد يولي يمشي بلا ما يسحقني ثم ان شاء الله نروحوا لمشروع واحد اخر باش لا ان شاء الله علاش لا كما قلت ما بين ربما الفتره تاع الانفلونسور ولا نقولوا صانع المحتوى والفتره لونتربرونور اي فتره فيهم تفضل شكون لا ميور بيريود كي ديتو نقعبك شو كوم سي قلت لي خير ما بين يماك ولا باباك ما بين مواقع التواصل ولا الانتربرونور بين هادي ولا هادي اعطيني اي فتره فيهم تفضل ما قلتلكش يعني انك تلغي الفتره الاخرى شوفي اش بونس كو مواقع التواصل هما اللي عاونوني باش ندخل بزاف في لونتربرونيا يعني لو كان ماشي مواقع التواصل لو كان ماشي شهره تاعي اونتر بارونتيس مواقع التواصل لو كان يوما اش بونس كو لو بيزنس اللي راني فيه ما ينجحش يعني تسمع واحد يقول صح لو كان ما كنتش ريف كاربا ما اللي عرفوا عبر مواقع ما كنتش لونتر نو سي جامي هذه دنيا ما على باليش لو كان زعما ما جيتش ريفكا ولا فتحت حوينتا مع شيخ بابا وكانت الماكله مليحه والناس عجبتهم ننجح صافي با جوكو لازم تكون انسان مشهور ولا عندك زعما ايموجيونس كبيره باش تنجح نو العكس لازم برك يكون التسويق تاعك مليح ولازم الماكله تاعك تكون بنينه تقعد لا كاليتي سورتو تبدا بها في البدايه اكزاكتوم ولكن باش نكونوا واقعيين لي بيزنس تاعي باش ننجحوا اوسي رابيدمون الحمد لله يا ربي سي بي فضل مواقع التواصل تاعي خليني درك هاد الشغل حبيت تهرب لي شويه من ما قدرتش ما عليهش ماشي مشكل خليني زعما ما بين لونتربرونيا وما بين الانفلونس ايهما اصعب يلا خليني في النقده خليني زعما في لا بريسيون اي تو لانه على بالنا انه لما تكون انتربرونور سي بلوس دو بريسيون سي بلوس دو ترافاي بصح النقد فيه منه ولا منه يعني خاصه كي تكون معروف نقده النقد تصفد لاكريتيك لاكريتيك داكور شوف انا كي بديت كانوا عندي زيرو فولوورز يعني زيرو متابع اليوم الحمد لله راني 5 ملايين متابع تسمى كل ما زيد لي فولوور تاعك كل ما زيد الانتقاد يعني شيء عادي وكل ما زيد العباد اللي يحبوك كل ما زيد العباد اللي ما يحبوكش والاراء تختلف اكزاكتو واش هو النقد ربما اللي بقيت شافي عليه وقلت انه انا ما غاديش النقد اللي بقيت شافي عليه شوف ماشي من بغى نقد كيما يقول لك سي كيش يقولوا إشاعة شحال من واحد يقول ريفكار ما راحوا في زبل والله هي على بعض يعني مش ماشي أنا ماشي من بقى أنا هي هذا الفيديو كان هو فيديو ظهورك يعني في المواقع دوكا الناس مزالين في بالهم كاين الناس يقول لك ريفكار ما راحوا في زبل ألوغ ماشي من بقى أنا دوكا شدي تليفون تاعك ولا الطابلة تاعك اكتبي ريفكار ما راحوا في زبل وش نخرج لك
انا شي التليفون تاعي وصاحبي هو اللي راح بصح مام هاد لو بوين انا ولا صاحبي اللي راح يعني كيف كيف يفو با تقول بلي لو فات اللي مروحه في زبل تما ماشي مليح وي مروحه في زبل اوكي بصح اليوم وين راهو صح كيف فاهمه لانه لازم دير في بالك بلي هذاك الشخص اللي تقول عليه ماشي مليح وكذا 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 لو كان جا اخوك اللي غلط ومن بعد اليوم الحمد لله عنده سلسله مطاعم فتح مطعم يما قدر يشري منزل يما يعني بدا من والو كان ان سامبل ايتيديون وي غلط في الباسي تاعو بصح اليوم وين راه كيف فاهمه انا هذه العفسه اللي شغل فريمون ماشي تجرحني مي شغل ديك لك شويه شغل تلقى وليد بلادك يشوفك بلي غلط في الدين يعني بعد 6 سنين مازال هالحكايه هي هي اكزاكتومون كيف فاهمه لو كان مو انا ولا معليش مش من بو انا مي بو معليش يعني صاحبي ولا حتى اذا يعني 20 سنه ربما الفارق تاع 20 سنه وفارق تاع 20 سنه مش نفس الشخص ماشي ما 20 سنه كان في عمري 18 سنه يعني 18 سنه كشيفه مي الحمد لله سي فري كيفاش قال لي خليني درك انت واش من الحاجه اللي حبيت زعما يتفكرك بها الناس بلي العفسه يتفكروني بها الناس عليك حبست المواقع واش الحاجه اللي حبيت دائما الناس تقام تفكرك بها بلي انسان بدا لي كبر في سيدي فرج وخص سيدي فرج يستوالي قدر بان سامبل تيليفون وكونيكسيون يدور كاع انحاء العالم قدر يحقق بزاف احلام منهم يشري دار ليماه منهم يدي يماه المكه منهم يفتح سلسله مطاعم منهم يفتح مطعم منهم شارك في فيلم سينمائي اللي مازال ما خرجش منهم اللي دار سيري في رمضان منهم اللي دار بوكو دو بيبليسيتي افيك دي مارك يعني عالميه هذاك الطفل اللي تربى في سيدي فرج اليوم قدر يدير كاع هادو ماب ان سامبل تيليفون وهذاك التليفون ساشون كو شريتو كي كنت سيرفر بدراهمك بدراهمي باينه بدراهمي تخيل بيان واقيلا زادت لي مليون ولا مانيش عارف معليش قول لي في البدايه قلت انه الشهره كلفاتك بزاف وعلمتك بزاف بوش كلفاتك بكامل الفترات الصعيبه اللي فوتها سواء في القضيه اللي كنت مسجون فيها او بعدها او قبلها في النقد ولي كريتيك ولي كومونت افيك تو سا ما جاتك ولا يوم فكره الهجره نخرج برا الجزائر ما نقدرش نحب بزاف الجزائر انا ما تقدريش تيماجيني اكال بوان الجزائر عزيزه عليا راحت خرجت فواياجيت وشفت مي ما نقدرش ما نوليش للجزائر ما على باليش كيفاش نفهمك بصح بلادك با بلادك يعني وين رحت وين تروحت عاود ترجع نروح وين نروح ما كاينش خير من الجزائر ريحه البلاد يماك باباك لا فامي صحابك وين كبرت ريحه البحر شغل كي تروح للمارشي تسمع الناس يهضروا بالجزائريه عباك شوف هي عندي بزاف صحاب يسكنوا في الغربه شتي هذيك تاع بون مانيش نقول الغربه ماشي مليحه كاين الناس اللي تخرج عليهم كاين الناس اللي خرجوا من الجزائر راحوا الغربه خرجت عليهم ولاو خير وخير فوالا كاين الناس اللي راحوا ما نجحوش عاودوا ولاو مانيش نقول لك يعني ابقى في بلادك الانسان انا شوف انا بوما لاتر هيومان سي ان نوماد واش معناتها يعني الانسان ما يقدرش يبقى في منطقه واحده الانسان لازم يهاجر لازم يشوف لازم يديكوفري كاين الناس اللي تخرج عليهم كاين الناس اللي ما تخرجش عليهم بصح انا من هذوك الناس اللي نقول لك انا بلادي تبقى بلادي وعلى بالي بلي حنكمل في الجزائر كاباب نبدل رايي كاباب نروح بلاد اخرى ما على باليش بالك هذه البلاد مازال ما زرتهاش احنا حتى درك انا نحكيو على الماضي ولا يوم جاتك فكره الهجره جامي دلا في جامي زعما قلت نروح زعما نخرج من الجزائر ما نعرفش نولي اصعب فتراتك ولا مام شوفي باش انا نقرر فيه لا شوفي كنت في السجن وكاين بزاف ناس قالوا لي بصح يا خو انت كنت فواياجي بزاف علاش جيت وليت ما جامي زعما خممت قلت ما نقدرش وانا قريب بزاف لافامي تاعي مانيفيك هضرنا بزاف وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر عجبتني هضرنا بزاف باغ كونطخ دركا كاين كويز الي عندك فرد فجائي ها الصبوره ها كلش كملت قرايتي مازالني بالفرود انا علاش هاي راح لا لازم فرد فجائي مباشره للطابلو نروحو نشوفو في الكويز تاع الطابلو واش حد ليتس جو يلا روح تفضل كاين صور وكاين لي بيناس تاع الصور صح صح هادو لي بيناس وكاين الصور تاعهم هادو صور نجبدهم ولا مازال اجبدهم نوري المشاهد الكريم توري المشاهد الكريم باش بدينا
بس نفهمك الكونسيبت قبل ده الكويز هذا ما كانش هذه ماشي هي الصوره الوحيده كانت صور بالذات على بالي ما كاين ما كاين صح إيه. صنف لي الصور اوكي بعد ما تشوفهم صنف لي شكون هي الاقرب ولا شكون هو الاقرب ليك وفي كل مره احكي لنا يلا شكون هو القريب ليا كاع نبداو بالاقرب اللي عندك مشكل معاه ما عندي مشكل مع حتى واحد انا الحمد لله الله نشوفو في لافان صح انا تاك 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 اصبري شحال كاين كاين الله يبارك واحد. الإعداد اللي ندر لك هاك واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يلا إيه سبعة شكون الأقرب نقدر نحط بزاف الأقرب زعما ثلاثة بس كاين ثلاثة أبدا من يعني أي عندك لا ليني لا تس أوكي يلا تاك أو الأقرب أصبري ما زال إيه هادو الأقرب يلا أرى عندك نوميديا نوميديا شغل صاحبي كيفاش شغل صاحبك نوميديا شكون عشنا بزاف فايس انا وياها وش الشيء اللي يخليكم قرب بزاف كما قلت لك شوف انا ما عنديش اختي تما شغلت هي اللي شغلت هي اللي عمرت لي هذاك الفيد تاع اختي تما ما شغل زعما منك ما كنتش مليح وانا نعيط لها نقول لها اسمعي هو صرا لي شغل ما تقدرش نعيط لي يما نقول لها هو صرا لي شغل طفله هي تفهمني هاكي فاهمه تما منك نعيط لها ليها نقول لها اسمعي واش كاين واش كاين تقول لي اسمع دير كذا دير كذا دير كذا تحكي لها اسرارك نحكي لها باينه قلت لك صاحبي كلش صاحبي ماشي يقول كل شيء نحكي لها فايز يلا اعطيني شفتها شكون طاك باينه اللي تحمتي سول كينغ باينه رؤوف رؤوف سيتي اصبري تحطها في الوسط ايوه نيسان رؤوف سي بارمي العباد الاولين اللي قال لي فونس اون 2017 شفت في تونس لحقت لتونس انا هذوك اللي ما كنت سناب شات لحقت لتونس بعث لهم ميساج قال لي يا رواق اللي قدام في تونس وكذا راح تلاقيت بيه درنا ليستوري كيف والله غير عاوني بزاف مدلي بوكو شحال عندك مشتوش؟ شحال عندي مشتوش؟ شحال عندي 6 mois هكاك غيابك على يعني معاك غيابك عن ليستوري تاعك وكنا نشوفكم اون بيريود باينه لا شوف كيما هو اليوم الحمد لله راه انسان بزاف يعني فنان جزائري راهو ناجح بزاف اللي نقدروا نقولوا بلي سي بارمي لي ميور ارتيست الجيريان راهو يدير تورني في كاع الموند في ماريكان في يعني ميم هو ما عندوش بزاف الوقت ما يقدرش يجي بزاف للجزائر وانا كنت مشغول مع لي بادغي تما كنت مريح لهنا ما خرجش بزاف من الجزائر بصح كي نخرج ان شاء الله نتلاقوا توحشتوا بزاف باش نربحوا بلاي على بال ما نربحوا خلاص سي بون زيد يلا زيد لنا ومن بعد عندك مروان طاك هادو ثلاثه القراب هادو القراب هادو شغل شتي هادوما هادو شغل خاوتي هادو شغل زعما كاين بادري كاين ماريكوس كاين رشدي بعد كاين هادو خاوتي مولي كاين في هنايا انتو مروان عندكم حاجه تجتمعوا فيها بزاف هي انكم انا مروان صاحبي عندكم حس الفكاهه عالي exactly. بزاف exactly. وثاني شيء وين ما تكون فريق الوطني نلقاوكم شوفي مروان كيف كيما رؤوف سيتي بارمي لي برومييي اللي كان يمد لي بوكو دو كونساي انورميمون دو كونساي كان يقول لي ها واش دير واش مازالش دير باسكو يفو با اوبليي كو ديجا مروان عنده قريب 10 سنين دوكا في الدومين وانا بور موا مروان نقولها قدام كاع الناس انا بور موا ما كاش انسان يضحى كيما هو في كاع الجزائر ما كاش بالا كاين اول شوفي بالا كاين عباد ما يعرفوش مروان كيما نعرفو انا مروان انسان يقتل بالضحك انا نقولها ما كاش عبد يضحك اكثر من مروان دوك عندك هذه اختي وصاحبي اللي نحبها بزاف وان شاء الله راهي طالعه في ميدان الموسيقى في الميدان الموسيقي ان شاء الله راح دير نتمنى لها التوفيق طبعا هاي راح ديرها في شابه ان شاء الله انا على بالي رؤوف كيف خويا عالمي مروان خويا العزيز اللي نحبه بزاف اون بارونتيز خرج عليك الاستاذ لابوتي الاستاذ اللي خرج عليك شخصني هذيك طاك 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 نكملوا كمل لنا يلا طاك طاك بون عندك ستانلي صاحبي كيف لا ستانلي نعرفو 2017 ستانلي كيف ستانلي بدينا قريب في لا ميم بيريود انا وياه ستانلي اللي نتفاهمو بزاف انا وياه وجوزنا هذيك المحنه كيف ولعبوا لي ماتش كيف ويعرف يلعب بزاف بلاي من داك نربحو من داك ربحنا توطد علاقتكم يعني وليتو اكثر قرب شوفي انا وستانلي ريحنا شهور و10 ايام كيف نوضو كيف ناكلو كيف نصلو كيف كي كنا ضيوف في السجن هو انا اللي كنت نأذن هو اللي كان يصلي بينا هذه المعلومه فقط وستانلي كان بروف دونكلي ثاني تما في السجن يعني انسان اللي دوزنا بزاف انا وياه وكان يعلمني تنهضر انجلي
تعلمت شويه ولا تعلمت صافا تعلمت انسان انسان يحبوا بزاف وقلبه بيض. وبعدها بقات العلاقه تاعكم قريبه؟ بيان سور مازالوا صاحبين يومين هذا تري بيان. مره وبعد عندك محرز بيان سور الكابيتان قائد الفريق محرز. محرز انسان نوفو ما نقدرش نقول عليه شكون صاحبي وكبرنا كيف كيف باسكو هنا جينا هنا باينه بلي سيكوبات ماشي استاذ. لا لا محرز صحيح يعني من بين نظن انه الوحيد اللي نشوفوه معاه في ستوريز تاعو في حتى لما يكون يعني لما ما كنتش او لما كنت ربما في محنه كان هو دائما اللي كان يساند فيك. شوفي محرز عرفته بفضل في الانميون كومون كان بيناتنا انسان اللي هو صديقي وكان يعرفه هو تلاقيت بهم 2019 لا كوب دافريك تما سيتي اول خطره تلاقيت به تلاقينا تصورت معاه كذا من هنايا ومن بعد هذاك الانميون كومون قالوا فوالا قالوا هذايا صانع محتوى جزائري اكسيتيرا اكسيتيرا ومن بعد تما اللي عرفني. من بعد كنت اشك فاز عما نطلع لونجلتير ولا نقولوا بلي جاي نشوفك يقول لي مرحبا بك كذا من باكي خرج من المارك نصورك كيف كيف. اخر مره توصلت معنا تلاقيت اخر قلت له صح عيدك اخر ما توصلت معه ف وقتاش في العيد اه اكزاكتو تخبي يلا نكمل سير. بعد عطيني ولا غير هكا باغ كيوزيتي وشنو هو فريقك المفضل في الجزائر؟ في الجزائر انا اسميس انا تلقاني فيديو تاعي تكمل لا لا يكمل البرنامج صح انا تلقاني فيديو تاعي 2006 كنت نروح للستاد كنت ديبلا بون ماكش ندي بلاصي بزاف مي كانوا عندي اصدقاء ولا حوم كنا نطلعوا كاع كيف اليوم مانيش نروح بزاف واحد ما يقدرش مانيش نروح بزاف يلا ماذا بينا نعاود نولي والله في كامون كرون بليزر يلا نكملوا. وماذا عندك نهله ما نكرههمش نهنا ولينا لينا هضرت معاها زوج ولا ثلاث خطرات بنت فاميليا قلبها بزاف بيض وصرات لي عفسه وعاونتني فيها نهله خدمنا كيف كيف في واحد الشركه ما نقدرش نقول اسمها بيان سور نهله اللي كيف كيف نقدر نقولوا بلي بدينا ثاني في مرحله واحده ماشي قراب بزاف معاهم لكن عباد اللي نحبهم ونتمنى لهم التوفيق. شكون يعني في بيناتهم شكون الاقرب؟ شكون قريبه بيناتهم؟ نهله باسكو يخدم معاها بزاف لينا قلت لك لينا وقرجه تلقيت بها خطره وقيله بحال هذا ما كان. اخر مره توصلت معها؟ مع نهله؟ تلاقينا في واحد الحفل تاع الامباساد الايطالي. يعني خلاص ما بقاش زعفان منها بزاف. لا لا شوفي تزعفنا ديزابونيتها من بعد هي ديزابوناتني تخي بيان من بعد خلاص من بعد بعثنا لي ميساج قلت لها واش كاينه ولا زعفت قالت لي سي بون قلبك بيض انا سامح بالخطا كي لقمت جهه هكذا نعلقهم يلا اكن نجحت في الفرد الفجائي. عودة لكم مجددا ودائما في كتاب المشاهير. عجبتك هنا يا خير؟ هنا قاعدة لا كلاس هنا نبيع خير من طابلة سيغ هادي انا عند كسل خلاص سيبهم جزمون بالمعلومة نذكروا انه انا في اوتيل فيغ دي ليلي. عجبك الحال نذكروا لك هادي نخليها لك اسمه؟ اوتيل فيغ دي ليلي فرد ليلي فيغ دي ليلي فيغ دي ليلي ولا عشوفي صافي فيرمون بليزا كي تشوف دي زوتيل هكذا في الجزائر ساشور كو سي ان اوتيل الجيريان جو زعما سي با اون جو ماشي زعما كيما سي با اون سيري دوتيلري فوالا اكزاكتومون اي انا توجور نشجع منتوج بلادي كيما يقولوا منتوج الوطني فوالا منتوج بلادي منتوج الوطني دونك جو بريفير يكونوا كاين بوكو دوتيل هكذا في بلادنا باش هما نشجعوا لو توريزم الجيريان الجيريان. يلا نكملوا دركا هذه الفقره واسمها ما بين السطور اونتخ لي لين اونتخ لي لين ما بين السطور اكزاكتومون اوكي درك باش نعرفوا فريمون ريفكا اللي ما يعرفوش الملايين اللي ما يعرفوش المتابعين اللي ما يشوفوش في ستوري اللي نشوفوه غير احنا هنا غير عندنا في كتاب شغل يكون دحومه اكزاكت غير احنا في كتاب المشاهير هنا ولا لازم نروحوا لسطوالي كيحكي لهم تما كاين بزاف ناس نشوفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير يدخلوا لي ريزو سوسيو تتبدل شخصيتهم يتبدلوا صح سي فري كاين بزاف عباد اللي تلقايهم دي بيرسوناليتي بوبليك ولا دي انستغرام ولا دي يوتيوبر ولا دي شونتور ولا دي زاكتور ممثلين كيما يكون في ليكرون ولا دارير ليكرون ماشي كيف اي جو بونس كو سي لا شوز اللي خلاتني نكون ديفيرون على كاع لي بيرسوناليتي بوبليك الاخرين باقي بيرسوناليتي بوبليك لانه ريفكا اللي تشوفي في التليفون هو اللي تشوفي في لابريفي داير كاين سقسي كاع الناس اللي تلاقوا بي يقولوا لك كاين واحد فيهم هنا والله راه هنا مخبيك الكوبا هنا راه هنا والله شوفي عرفني 2017 كان امي معايا في صناف 2017 عاودنا تلاقينا اليوم اقسم بالله غير الزهر شتي الزهر مقبل قال لي يا خو عبد احنا عاودين قلت له سيريو اي هاو هنا تقدر تقصيه ريفكا تاع 2017 وريفكا تاع دوكا سي لا ميم بيرسون بون تبدلوا فيها فايس بيان سور مي
ماشي باسكو ريفكا كان عنده انا ابوني واللي ما عنده 5 مليون تسمى كي عندي 5 مليون نفخ روحي نو والو زيرو انا في راسي اليوم عندي 5 مليون غدوا ما عندي والو تسمى ما بقاتوش ولا ميم بيرسون ما تهربليش من بين السطور نقعد في بين السطور رانا في بين السطور شي ديجا بارتي خممت يعني انك تروح تزور ام سيكولوج ولا طبيب نفسي والله غير اقسم بالله غير راني حايب نروح صح فيري راني حايب نروح وماكش خايف يخرج اسرارك هو لا شي خو ما يحلفوا ما يقدرش بين انه ما يقدرش اك حاب تروح رفراني حاب نروح سيكولوج علاش واش راني حاب نعرف اسكراني نورمال لا لا كابلت وما على باليش واش اللي يخليك تتبوز هاد لي كيس جو سي با باسكو في المرحله الصعيبه اللي جوزنا انا وصلي ونوميديا جيتي الوحيد تقدري تسقسيهم داير اللي ما بكيتش كنت بزاف شجاع يعني شغل بكيت نهار الاول هذا ما كان باسكو جا ليا بابا وقال لي ما كاينش سبيطار تما بكيت عطوا لي شويه دموع بدري قال لي اكتب كي انت راجل تما ومن بعد ريح شهر 10 ايام الدمعه ما طاحت لي شوالو والو كنت دائما تلقاني زعما كي نروحوا للشراع وكاع كنت دير لهم لامبيونس مش بون هي سي با اون امبيونس شتي على بالك بلي انت راك صافي على بالك بلي انت راك صافي مع روحك راك صافي ومع ربي راك صافي كنت كي نصلي زعما ني نصلي كي نسجد ربي نقول يا ربي دارك تشوف فيها مليحه ليا نبقى هنا خليني هنا من الاخر يعني كنت راضي بالقضاء اللي كنت راضي اصوم وكنت نقول وانا وحقروني ومع نو هادو كانوا دي بروسيدور اللي لازم يتنداروا تنداروا وكنت كي نصلي نقول يا ربي دارك تشوف فيها مليحه ليا نبقى هنا ما مزين نريح هنا خليني هنا انا شوفي انا بالك لو سول انا ماشي بسيكولوج بصح نشكي لربي شتي زعما كي نركع نهضر مع ربي ما علاش اسكو انا جو بونس كو مام ربي يقول لك علاش ما تشكيليش ليا وتشكي للناس هي سميه بسيكولوج وي قرا وكذا 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 مليحه تروح تشوف بسيكولوج بصح ثاني شخصك نفسيا يعني فوالا شغل مام ربي يقول لك شغل انا اللي خلقتك انت عبدي اشكيلي ليا اشكيلي ليا نفتح لك البيبان تما واش كنت ندير كنت نسجد وندعي يا ربي فوالا فوالا واش كاينه واش ما كاش كذا 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 وربي الحمد لله فتح عليا وكي خرجت زادت فتح عليا بيبان اكثر تما سافا با دير كو كي جيت هذيك المرحله خلاص سي بون نبقى هكذا وانايا نو سافا با دير كو زعما انت مسجون ما عندك يعني عندكش حياه نو ما كاش منها ولا سافا با دير كو انت اونديكابي ما عندكش حياه سافا با دير كو انت ما عندكش باباك ويماك عشت عشت يتيم تما نتايا ما عندكش افونير لا لا تما تو ديبون نتايا واش راك حابي لا فولونتي تاعك هذا ما كاين المرحلة تاع السجن قلت لي انه انا كنت نتفائل دائما وكنت نقول بلي اذا ربي خلاني هنا سيك مليحة ليا وشنو هي ربما الحاجة الليدي اللي كانت تجيك في راسك باش تعطيك هاد الالهاء هاد التفاؤل ولا هاد الفكرة باسكو شوفي كانوا معايا الناس لي 50 وما تما وانا كان عندي شهر ما دخلت كيف فاهمة جو كي تلحقي يقابلك تعرفي بلي هاد الانسان وراقد في هاد البلاصة 5 سنين هو راه قد هنا وانت عندك شهر ملي دخلت يعني كاين ناس اللي قدرهم ربما اكثر من قدرك كي تشوف هذاك الانسان مازالو 5 سنين واحد اخرى بس كاين ناس اللي يتمنى شتي يتمنى يتمنى يصلي يتمنى يقول يا ربي اعطيني شيفر شو حاب يعرف بك شحال حريا شحال حريا كي يقول لك شيفر تما شو مادا به يشوف شيفر واحد ماشي زوج وكاين يقول لك نشوف شيفر بك هذا ما كان بس كاين اللي في السجن ما على بالوش شحال حريا وكاين على بالهم بلي حيريحوا فوق 10 سنين تما انا كنت في هذيك البلاصه وعلى بالي بلي انا صافي مع ربي وعلى بالي بلي كنت كابابل نريح 10 20 بالك نهار 5 ايام بصح كي مريحت مع هذوك العباد وبداو يحكوا لي مدوا لي واحد لا فولونتي واحد واحد القوه تاع كل شيء يجوز تاع يقول لك انا 5 سنين وانا هنا وانا حامد ربي ما لقيتش ناس ربما حكموا عليك تما شفت منهم تهجم شوفي كاين بزاف ناس اللي دايرين بالهم بلي سجناء ماشي ملاح وش قلت كاع ترباو في ان انفيرونمون ماشي مليح ماشي مليح ونو دخلي للسجن تلقى انسان قرا انسان بلي ديبلوم تاعهم دي شيف دونتربريز دي ميدسان تلقاي ثاني دي سبورتيف عباد لي فواياجاو صافا با ديرك انسان دخل الحبس ولا كي تدخلي الحبس تلقاي عباد ماشي متقفين انا كنت مع عباد تما كي تهضري معاه تقول سيد هذا امبوسيبل الشغل امبوسيبل عنده 5 سنين في الحبس يعرف كلش وتلقاه نقي وينقي بلاصتو ويصلي
صافي يجي لك تدخل وعباد كاع مشمين ومضروبين تلقاي هاد العباد. اوكي كاين عباد اللي كيدخلوا الحبس يندم صح غلطوا صافي ليكو غلطوا دار هذاك اللاكت وراه يخلص عليه يقول لك غلط وراني نخلص بصح كي نخرج راح نولي انسان جديد. وكي لحقت تما عاود ضيعتي فكرتيني لحقت تما بون انا عرفوني كاع باين دخلت عرفوني والانسان الاول اللي تلاقيت به سبحان الله ولا سخر ولا ربي الانسان اللي تلاقيت به كان هو شغل اللي يعرفوه ثاني تما وزعما هو الواعر اونتر بارونتيز بريفو اللي صحاب صحاب مريم انا واش معناها كان هو البريفو كي شافني قال لي اوه ريفكا مرحبا بك قلت لي خويا واش مرحبا بيا رانا هذا اوتيل ولا قبضني قال لي شوف قال لي باش نجيك دايركت قال لي انا وليدي يموت عليك انا غير سمعت وليدي يموت قلت هيا قلت سبحان الله سلامات قلت ربي يطيحني في واحد قال لي وليدي فري حبك قال لي ومام عندي شغل الزوجه تاعي قال لي تبع لي فيديو تاعك تشوفك مع يمك مع باباك مع اخوك قال لي شغلت عسى صافي بليزير قال لي ما تكسرش راسك قال لي هاد لا بيريود قال لي منامه هاتي في الحبس نسمعها بزاف يقول لك الحبس منام تدخل منامه تخرج تنسى. وشو الحاجه اللي خرجت انت بها ما نسيتهاش حاجه بالك موقف درس قلت خلاص كي نخرج هذا من نعمه الحريه هذا ما كان نعمه الحريه هذا ما كان ما تقدرش تيماجيني شغل زعما لو فات لي دوك راني قاعد راني قاعد معاك وراني لابس قمجه راني داير ساعه في ثاني قمجه ساعه سروال عندي تليفوني هنايا هكذا بي سي كاس اش تاع عفاي صغار مخده شو عفاي صغار نعمه كبيره ما تقدرش تيماجيني شي جيت زعما تاع تنوضي صباح تخرجي برا راكي في قهوه دير رجل فوق رجل قهوه وراكي تقصري مع اصحابك وصرا البارح صافا جوك انا معروف لي صرات لي سي جوست كو قلت لك سيتي دي بروسيدور اللي كان لازم يندارو والحمد لله جوزناها وانا مع ربي على بالي واش درت على بالي باني صافي والناس على بالهم والحمد لله ونتمنى لكل عائله جزائريه عندها امور ولا فرد من العائله تاعها راه في الحبس ربي يعطي لهم الصبر لانه شوفي اللي يضر بزاف ماشي المسجون العائله تاع المسجون باسك شتي المسجون اون فوا يكون في الحبس خلا عنده مود ديالو حتى تات ربما او حتى اي مسجون يكون داخل يخمم في العائله تاعو لا يخمم في عائلته بصح من بعد تولي عندك لا فيزيون هكذا نوض صباح لابيل تصلي تاك 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 حوايجك الكور تلعب بانو كدا منا تلعب دومين كارطه عندك تلفزيون دير سبور تاعك تريض خلاص عندك ريتوال من بعد العائله تاعك يقولوا الناس اللي معاك من بعد عندك خطره في 15 يوم تروح تشوف العائله تاعك بصح العائله تاعك لا غير نوضوا صباح يلقاو بلاصه فيد سورتو الام ولا اخوك ولا مرتك الو والله عباك يوجع قلبه شنو اللي عنده ولاد وبر اكبر سجن اكبر عذاب في انا شفته وان شاء الله ما نعيشوش ومتن حتى واحده كي تشوفي ان بير دو فامي عنده بنته صغيره غير كيما زادت وهو راه في الحبس اكبر عذاب كي تشوفي ان بير دو فامي عنده بنته صغيره غير كيما زادت وهو راه في الحبس ابياتهم صبر عباك تشوفي راجل كبير هكذا يمشي شوف ما كاش عفسه تقطع القلب كيما هادي وما نتمنى حتى واحد واعطوا فرصه ثاني للناس اللي داروا السجن وخرجوا صافا با دير كو انسان دخل الحبس ما عندها ماشي مليح كاين بزاف ناس اللي بالك مازالوا بالعقليه تاعي يقول لك انا ما نمتش بنتي لواحد كذا ولا انا ما نخدمش واحد دخل الحبس ولا انا ما ندورش مع ما كاش كاع منها انا كي خرجت العفسه الاولى اللي كنت حاب نديرها نروح لمكان مع يما ودرتها هذا واش قلت لهم تما اللي كنت قلت لهم خاوتي العفسه الاولى اللي ان شاء الله كي نخرج باذن الله اللي نديرها نروح مكان مع يما باسكو العفسه الاولى اللي ندمت عليها كي دخلت قلت ما ديتش يما العمره يعني شفت روحك وصلت للمكان ربما ما تقدرش تحاول تشوفها وانت ما درت لهاش درت انا واش قلت بالك دوكاني دخلت مع بيش صح نخرج بالك ما نخرجش ما على ما تعرفيش هذه الدنيا صح. قلت العفسه اللي ما درتهاش اللي هي ما ديتش يما العمره تسمى غير خرجت عفسه اللي درتها طبي دافيو مكه ومكه هي افضل مكان زرته في حياتي كاع شو
شوف نقتلوا شويه اللايت نحطوا شويه في الامبيونس. عندنا سيربرايز ليك دركا نعطيك في كل خطره صوره وتعلق لنا عليها. يلا تفضل. عندك شويه كومونتير. بيان سور انت تمد لي كومونتير وانا نمد لك سؤال. يلا شكون هذا؟ شكون هذا؟ انت تقول لنا شكون هذا؟ مش حنا اللي نقول لك شكون هذا؟ هذا انا كنت صغير كان في عمري جاب لي ربي 5 سنين. كان راسي كبير مازال كبير هنايا. هنا سيتي كيما يقول لك ايام طفوله اللي نتمنوا كاع نعاودوا نعيشوها. هنا ما كان عندي حتى بروبليم في حياتي. هنا شغل كنت هنا كنت كان عندك بروبليم كمان البلاط خلاف البلاط درت البلاط. علاش درت البلاط دخلت تما؟ باسكو طوايشي كنت ما نحبش كنت ما نحبش ديجا شيخ بابا كان عيط لتريسيتي. كنت طفل اللي كنت نحب نرسم بزاف كنت نحب نلعب بانو بزاف وكنت نحب ماشي نضارب مي كنت نحب شو نحب تشالنج. واش يقول ريفكا الفاروق كي كان صغير؟ واش يقول له؟ يقول له كمل واش يقول له كمل واش بروميت لي يماك. يلا نفوتوا للصوره واحده اخرى في نفس السياق. هذا رباعي العاقل. هذا مش رباعي العاقل. اقلب لهم برك للمشاهدين باش يشوفوا هنا. اكو تشوفوا هكذا هذا الرباعي العاقل هنايا كي خرجت من السجن. هنا كي خرجت من السجن راح ديريكت مول الدار. كانوا متوحشيني بزاف وهذه اول تصويره تاعي معاهم مور ما خرجت ورا. هادو ما كلش هادو ما سي العائله هادو ما اللي على جالهم انا ندير كاع عشان ندير. كنقول لك عطيلهم ميساج للعائله ديالك ليهم باش شافي باش تفهم يا انا يما نقول على يما هي تقول لي وليدي حبيبي واني فرحانه بك وانا نقول يما وكذا وكذا. بون رشدي رشدي شغل صاحبي رشدي مهبلني الله رشدي مهبلني. عندي الوالد تاعي جام شافي الوالد تاعي من الجور تاع اللي جام يبين لك اللي راه فرحان بصح انت من الداخل على بالي اللي فرحان بيا بصح جامي شغل زعما بين لي بلي زعما بلي زعما شغل لي فيغ دو توا يعني فوالا بصح هو انت راك على بالك بلي هو على بالي هو يقولها لكاع صحابو صحابي يقولها لكاع الناس بصح باش يجي لي يقول لي يعنقني هكذا عمرك شنو جامي يعنقني ما كاش منها جامي عانقنا انا وشيخ باب جامي نشوف بلي فيك ايوا خرجت من الحبس واش دير لي دير لي هكذا شلون راسك لا اعطيني رساله ربما الوالد تاعك اللي بالك ما قدرتش قاعد تقولها لا تقولها له اليوم مادام هو كاشو هو يشوف فيك بصح انت ما كاشو الفادري الكاميرا حبيت نقول له بلي شوف الكاميرا كم تقدر معاه مش معايا انا واش فادري صافا بيان بس لا حبيت نقول لك بلي دائما كنت انسبيراسيون ليا باسكو على بالي بلي بلي عانيت بزاف في حياتك جيت على بزاف صعب وعلى بالك بلي وليدك دائما حيكون هنا باش يوقف لك مور ظهرك. سي ايموفون ربي يشدلك فيهم وان شاء الله دائما يقعدوا فيغ دو توا. اخر صارت تحب تشوفها ولا مش تحب تشوفها؟ هادو خلاص هادو نديهم معايا نديهم معاك تفضل سان كادو. هذا الرباعي الخطير بريزون بريك. هذا هو الكومونتير اللي حطوا مروان قروابي. ايوه هذا اللي حطوا مروان دار شويه الضجه. كان بزاف ناس قالت باللي ربما كاين فيكم اللي زعف من هاد الاربعه فيكم اللي زعف من مروان بعد هاد الكومونتير. مروان اخونا الكبير كاع لانه مروان كيما قلت لك كان عنده بزاف عنده بزاف اكسبيريونس في هاد الدومين تما يعرف بزاف عفايس خير منه على بالي اللي قالها بنيته. هاد الصوره واش راك حابني نقول لك عليها؟ راكي تشوفي بلي هنا نضحكوا هنا كاين سورير مي داغيغ هاد لو سوغيغ يا بوكو تشاغران جوستومون تسمى كاين لو فات كنت لقيتو بين اربعه في نفس المكان هادي جوبونس ابخي الفتره الصعيبه اللي فوتوها كي شفنا هاد الصوره شغل كاين ناس بداو يدمعوا عيني. انا ما نعرفش كيف تلفزيون قاعد العفايس والله. لا شوفي هنايا شغل جوزنا بزاف والله باسكو كنا نتلاقاو في دار شراع. كنت ما شوفي شغل كنت نشوفهم بلي سفره وسفره وبزاف وما انا معاهم لانه الناس كاع على بالهم واش كاين الناس كاع على بالهم الحكايه كيف صرات وعلى بالي بلي كوم ميغيتي با هذيك البلاصه.
مي جوزناها وبكي ما لي لافامي تاعنا ولاو بزاف سودي يعني لي فامي تاعنا سفروا بزاف 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 فوالا والله ماني حاب نشوفي مانيش حاب زعما نكراس زعما بكيف لاتيلي وزعما نطيح نغيض دونك فوالا فوالا جوزناها الحمد لله غادي نديها ديها ماما هذيك ديها درك عندي مفاجاه واحده اخرى عليك لا والله ما نحبش كاين كاين فاصل ولا فاصل اشاعي نعاودو باسكو يفكا حبو عاودة بعد الفصل الإشهاري اللي كان حاب فيه طبعاً بيغسل وجهه باسكو ما يحبش يتأثر قدام الناس يفكا درك خلاص بكيناك شوية عباك شوية ولا شوفي بعت هذوك النوميديا هاد الصويرة شوية واش قالت لي واش قالت لك؟ راح الميساج سناب واش قالت لك بصح؟ قالت لي قالت لي سي اون فوتو كي ديكاج بوكو ديسبواغ و اي ديغيغ يا بوكو دو فوالا عندنا كويز هايل شباب بزاف غندخل بادري ولا مادري تقول لنا اليوم واش كاين يلا نبداو شكون اللي مداخله اكثر البادري ولا المادري دراهم دوكا بادري شكون اللي مرفه لا شكون اللي مرفه فيهم لا حنا دراهم نلقى كيف كيف ما كاينش سمع شكون اللي مداخله اكثر شكون اللي عنده الدخل اكثر دوكا البادري تخبي شكون اللي فحشوس اكثر يما ان توكا بعد هذا الكويز راح يكون فيه مشكله كبيره في الدار بعد ما كان فيه كلام شباب راح تكون كاينه مشكله اليوم في الدار شكون يغطي عليك اكثر يما او باينه يما لا مادري كاع كلش شكون اللي ديت من عنده الضرب اكثر في صغرك يما لا مادري باش كانت ضربك كانت تعبك اش كدير ما تيجي تحاول شنو ما تضربش تقرص والله شوفي شغل كبرت بزاف تبان لك حنينه ما هي هنا هي تزرق هنا من تحت هنا تقبضني شكون اللي وزاره الداخليه في الدار شكون اللي يحكم البادري باينه كاع كلش وي ماشي زعما البادري يحكم فينا كاع ما معنا كاع لمن تحكي اكثر لمن نحكي اكثر يما لا ما دغيا لو كان راك ناوي تخطب شكون الاول اللي تقول له ولا شكون الاول اللي توري له زوجه مستقبليه علاش كدير ما قلتش ندير هكذا تقدرش لا واحد الاولاني علاش لا ما ادري نبداو بها باسكو شوفي باسكو البادري يقول لي مازال باش يتزوج مازال صغير ويما تقول لي تزوج تسمى يما تسمى مازال وانت واش راك شايف مازال انا تنقول كي حنا نقول لك صح والله غير لو كان زعما ني واجد ونلقى غدوه نتزوج وشنو وصفات الزوجه المستقبليه شوفي هذا شوفوا ديروا فاس هام وفاصل وكاع واش حبيتوا مواصفات الزوجه المستقبليه تاع فارق قدامي انا تحبي تربحيني بكل شيء اقسم لازم تكون تعرف طيب 16 تاع طياب وكبريتيها لازم تكون تعرف طيب بيان هذا ما كان لازم تعرف طيب بون طيا عربي باينه تكون مربيه بنت فاميليا بنت اصل فوالا هذا ما كان وشنو هو البلان اللي لازم تكون تعرف طيبو اكثر البلان لا لازان ندوا على الطاير نعاودو نرجعو هادي اقسم بالله لا لازان ما ديري لازان خلاص سي بون ربحتي قلبي شكون اللي عيط بزاف في الدار المعلم الكبير البادري هو وكاع نسكتو هو كيعيط هو كاع هكذا شكون اللي لي بلاك ديالو ما يضحكوش لي بلاك انا للزوج يضحكو للزوج يعني شويه يقتلوا بالضحك للزوج كاش نهار زعما نديك تلاقاي بهم للزوج مهابل شكون اللي دافع عليك اكثر ديما الوالده الام هي اللي دافع عليا بزاف علي من كذبت بزاف علي من كذبت بزاف على بدري تمشي في الدراهم واش في الدراهم دائما ما تعطيلوش كاع واقيلا المونطون تاع الصح لا ماشي ما نعطيلوش تقول فهمك كيما هو على باله كيما هو شويه يعرف قيمه الطلعه مانيش نقول لك يما ما تعرفش مي يما شكون تحب تشوف وليدها من ذاك البسباس هي فحشوش اكثر فوالا يلبس باس كاتشاب يلبس مليح روايح كذا من هنايا وهو كان دائما يقول لي لازم تخبي دراهم باش دير وباش دير والحمد لله اللي سمعت له هو انت خبيت زعما درت عليه ولا ما خبيتش؟ سي صافا خبيت شحالك هكا بخير لا فوكشات وراي الدار بزاف انا ما عنديش شكون اللي صوته ماشي شباب كيغني؟ للزوج
فيهم ما تصلح. شكون اللي يشد لك العكاس؟ شكون العكاس تاعك؟ العكاس تاعي هي. هي تعطي لها لي شيف اكزاكت. إيما كتخدم في لابونك. داكور. قلت لك لا مادري كتخدم في لابونك، خدمت 25 سنة في لابونك. شكون الماناج، شكون الميور ماناجير بين البادري والمادري؟ في الدراهم ولا شكون يعرف يمشي الحالة؟ في كلش. لا لا شوف. أنت أنت كريفكا. أه. صانع محتوى عندك دي ريزو، شكون اللي يماناجيك مليح؟ أكثر. أه أنا يماناجيني. أه. يما باسكو يما تبع لي ريزو. ولا تبع ما كانش تبع ولا تبع. شغل ملي تعيط لي تقول لي تقول لي ما ديرش هادي ما ديرش هادي ديرها هادي. كاين ستوري زعما درتها كاش نهار وقالت لك نحيها. اه. وتسمع لها؟ باينه اسمع لها زعما يما تعيط. واش درت؟ إذا مانيش غلط إذا مانيش غلط كنت نسوق. كنت نسوق طونوبيل وواقيلا كنت حايد التليفون هكذايا وخرجت من الطاقة. بعثت لي قالت لي كيفاش وكاين دراري صغار يتبعوك وكذا ومنا ومنا شفت ديكزومبل وعندها الحق. ومام زعما كي تشوفي لي فيديو تاعي ولا الكونتوني تاعي ديما تشوفيني ندير لي فيديو مع يما كيما ماليك سكوك ولا ندير لي فيديو مع البادري ولا ندير لي فيديو مع خويا صغير مام لي فيديو تاعي يعني حاجه عائليه شغل كيما واش انا نشوفو دوكا مالوغوزمون 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 ماشي لي زوف بدلو دوكا الناس كاع ولا عندهم تليفون الناس كاع ولات عندهم صح دوكا ما كانش صناعه المحتوى بوكو بلوس كيما كاين نحط جوست باش نبان زعما شغل شوفي دوكا واش انا نشوفو كي تشوفي شغل هذا يكلاشي هذا هذا يسب هذا هذه تعاير هذه هذه دير في التصاور تاع هذه والله شوفي اون فوا كنت قاعد مع يما كدور في مواقع التواصل حتى نسمع مرا مانيش حاب نقول الاسم وانتيا وانا درت لك وانا على بالي مع من سهرتي وعلى بالي مع من كليتي على بالي و ايماجين لو طو دو بيرسون لي شافها و ايماجين الناس اللي من بعد يولوا تبان لهم هذه حاجه نورمال ايماجيني من بعد سي فري من بعد شنو زيد تهبط تلقى لايف انت هي وانا وقبضتك وطي طي 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 هادشي راك مع يماك يعني ايماجين شحال من واحد ما دارهم ايماجين الناس الاخرين صح لي ريزو سوسيو ما ولاتش فيهم ليميت يعني كاين اون بارتي من لي ريزو سوسيو اللي الناس ولاو ما يخافوش ربي الناس ما يحشموش الناس ولاو ولا يبارطاجيو نيمبورت كوا شغل ماما انا يعني كي كنت صغير ما وي ما كنتش نعرف صح ما كنتش ندير عفايس اللي شغل فريمون كونتر الدين تاعنا ولا كونتر الطاقه اللي تاعنا يعني ملي بديت من 2017 ليومنا هذا 2023 جامي خرجت كلمه ماشي مليحه من فمي خلينا اخر باش نغلقوا الكويس تاع اليوم بين البادري والمادري أه؟ شكون الاولاني اللي تروح تبكي له؟ يما باينه بكيت لها ديجا يما ما نقدرش نبين انا كنت حابه نجيبو اليوم ماليكي الله غالب الله غالب ما لحقناش لهذاك الله غالب يما جامي يمكن قدامها ما نقدرش ما نقدرش نبين لها بلي وليدها ما لازم دائما ما على باليش حنايا شوفي حنا في لافامي تاعنا شغل تربينا هكا لازم دائما الراجل يبين بلي يبين بلي هو قوي وبلي وبلي عنده فامي موراه وشغل تشوفيني هكا صغير ورقلي في متر مترا وشي بصح قلبي حار كي فاهمه قلبي شغلت ما كاش وعندي عندي نيف دارقاس ما نقدرش نبين ما بلي زعما اخر مره بكيت فيها على واش على واش فكرتيني في تاع اخر مره بكيت يلا منا نروحوا جاكت مول هذاك الموضوع فكرتيني في شاكر اخر مره انا بكيت مني شافي بارك اخر مره بكيت كي خرجنا السجن بون نروحوا مباشره دوكا الفصل الاشهاري نعاودوا نرجعوا الموضوع اخر مره بكيت فيها بزاف نقاط ماهوش حطهم في السطر ريفكا عوده مجددا دائما مع ريفكا ولا فاروق بوزملين في اخر فقره من كتاب المشاهير خلاص ليميزيون مازال ما تحمس الفقره الاخرانيه واسمها نقطه الى السطر كاين بزاف مواضيع تسمى مور ما رحنا ما بين السطور دوكا نقطه الى السطر كاين مواضيع ماكش داير فيهم نقطه الى السطر آه. مازال الناس عندهم تساؤلات فيهم أوكي. لازم تحط نقطه الى السطر آه. اخر موضوع كنا نحكيو عليه قبل ما نخرجوا فاصل سيتي وقتاش بكيت اخر مره صح الفيديو اللي تعاطف معه كامل الجزائريين بما فيهم انت أه؟ للشاب احمد شاكر شوفي احمد يعني لازم نديروا نقطه الى السطر لازم نعرفوا بلي ميزابر احمد كاين بزاف لي احمد في الجزائر صح هذه لازم نعرفوها يعني وي احمد ربي سخر له ناس يعني قناة النهار اللي حطاتو
مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بعد انا شطلا فيديو تاعو زدت حطيته انا مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بعد كانت تما في سيدي يحيى جاعنا الله مدري في الريستو تاع الوالده رحبنا به. كاين بزاف ناس ماشي غير انا يعني واحد يقول الصح اللي قالوا لهم لحقونا احمد وماذا بينا نعاونوه وماذا بينا نخدموه. تما هنا تشوفي انه الالجيريان يحب خوه، حنا واش حابين نلحقوا مع هاد لوجيس اللي درناه، سيكو خاوتي ولا الناس اللي عندهم مناصب شغل ولا الناس اللي يقدروا يعاونوا عباد اخرين، ماشي لازم يبان في قنوات تلفزيونيه ولا يبان في مواقع التواصل باش تعاونه. كيما بار اكزومبل احمد كي جا لحق عندنا قال لي انا حبيت نتعلم، قلت له مرحبا بك. اليوم ولا صاحبي اليوم ولا صاحبي ولا يعيط لي في التليفون ولي تتلاقاو انا نتلاقاو خلاص دوك عندي كل يوم تما. دوك احمد واش قال لي؟ قال لي انا ماذا بيا ندخل في مجال اخر ما عدا الطبخ. دار ثاني انجست صانع المحتوى اللي هو كريم في تيك توك، قال لي ماذا بيا انا ندير له دار كريات عام لي مازال ما لقيناش دار هذه مسحرانا نحوس عليها. تما في هذه السمانه ان شاء الله ولا السمانه الجايه احمد راح يكون عنده منزل تاعو وحده. اليوم عنده هاتف خاص تاعو، يعني اللي حاب يتواصل معاه يقدر يتواصل معاه. انا شفت فيه ربما ريفكا كي كان صغير وكان يحوس على الفرصه وما لقاش. شوفي شغل انا غير سمعت قال لي زي في 2004 ضبط خويا صغير سوا حسيتو شغل خويا صغير ولي نزقى عليا وقلت له شو ما ديرش هكا دير هكا شمال نهضر مع خويا صغير نهضر معاه. بس مين داك شغلت مويد اللي وانا يا ورانا يقول لا دير هكا دير هكا ما ديرش هكا يا احمد راح تهبلني. دوماج ما جبتوش معايا اليوم. دوماج نمر نايت لوف ان شاء الله يكون نايت بك. انا في تواصل مع الوالده تاعو ثاني. تخبي قالت لك الوالده ديالو؟ قالت لي الوالدي مازالو صغير وديرو كي خوك وتهلا فيه وان شاء الله الوالده تاعو جايه ثاني ان شاء الله. وي احمد صافا اصبر راك تسمع فيا؟ نسمع فيك. شوف راني في قناة النهار دوك راني لايف راهم يسمعوا فيك. ايوا حبوا يسلموا عليك. ها؟ حبوا يسلموا عليك. قول لهم يسال عليكم الخير. قلت لهم كاغر جبتوا معايا. اها هيا قالوا لك بالك مرحبا بك. مرحبا بك. وقالوا لنا بلي المرة الجاية انت كي تروح تسكن في دارك اللي قلت لك عليها بالك يجوا ونديروا حصة كيف. اسمع قول لهم راني الحمد لله. صحة. يعني اياماتي لولا راكم حسنتوا وعاوني يا وراني كنت يعني واحد كان عايش لبرا وطول ياسر راه يقعد موسوس من الناس. فهمني انا بدرك بديت نتاقلم بالعقل. شفتك انا مني خرجت من دارنا كي جيت لهنا الجزائر العاصمه دايره في راسي الجزائر العاصمه ديري فهمني وكنت باغي نثقف من روحي نزيد نطور من روحي نورمال صاحبي هذاك علاه جيت لهنايا وبديت نتعرف وربي قال لي على حساب نيتي ما كان حتى واحد قال لي كيفاه دير ولا كيفاه وحدي بروحي الحمد لله ربي شاف فينا وعطاني على حساب نيتي وحطني عند ناسات الله يبارك ما شاء الله. نورمال خو مرحبا بك اخويا تعرف والله لا ربي يحفظك عريفك نورمال عيم وقلبك ابيض باسكو احمد لازم يعرفوا بلي كاين ناس كانوا دايرين في بالهم بلي انا نعرفك من قبل وانت تعرفني من قبل. خاطيك هذيك عليا حبيبي. قولها لهم يسمعوا فيك وربي راه معانا ربي راه معانا. انتو كنتمنوا التوفيق تسلم عليه بزاف. الو نتلاقاو عشيه ايه نتلاقاو بيان سور انا اصلا على جالك راني نجي لهنا. راح كما خصك تماك تعرف دارك خلاص ولد صحبه سي بون بيناتكم. ودي ولا صاحبي يعني انا نقول لك صاحبي كان يقول لك صاحبي ديرها اجل البوز الوغ ما انت ما تعرفش ماشي انا اللي يسحق البوز بريميرمون ويعني هو كيما قال لكم ماكاش ما بيعرفني ما كانش قال لي شكون ريفكا ماكاش قاع يعرفني تلاقينا في الريستو كيما كان يحكي لك دوكا اليامات الاولين كانت شويه معصب اليامات الاولين لانه عفسه جديده عليه ما يعرفش الناس ما يعرفش المكان البارح ما كانش معروف اليوم تزير كاع تعرفوا صح ولا يخرج الناس يقولوا له انت يا لك كذا فهمه تسمى كان في مرحله بزاف صعيبه وما عرفت كيفاش نروح معاه بالعقل كنت نقول له لا دير هكذا ما ديرش هكذا هذه بالعقل نجوز له هذه كذا وبعد مع الوقت كيما قال لي ما نريد نعرفك. نقطه اخرى ربما لازم نحطها في سطر ريفكا لقى محاربه اكثر من الدعم ولا العكس تلقيت محاربه اكثر من الدعم كلش ولا كلش كلش ولا غلقت بزاف دعم واحد ما يكذبش عليك يعني شوفي سي فريكو كاين بالك ناس اللي ما يفهموش شنو ندير كاين ناس اللي يقول لك انا
ريفكا يعجبني يشوف لاعب صاعد يعني من حقه واحد واحد ما يقدرش يقول لك حبني بالسيف مي بصح لو بوبليك تاعي اللي تبعوني والناس اللي يحبوني ولي فامي اللي تبعوني انا ولا ماما تاعي والوالد وخويا صغير تلقيت بزاف دعم من عندهم. تخليت عن حلم التمثيل ولا مازالوا في راسك؟ مازالوا في راسي وكنت نهضر عليه البارح مع مزاحم يحيى اللي نوجه له تحيه كبيره كبيره بزاف بزاف. اني سنه في الفيلم تاع عيد مريم ان شاء الله يخرج. يعني انا ليومنا هذا دوك عندي 7 سنين ونص سنين وانا في مواقع التواصل الاجتماعي مازال ما جاتنيش الفرصه باش نبين لو كوتي كوميديان تاعي. كوميديان اكزاكتومون. دير الظهور خفيف في طيموشا لكن كان خفيف ماشي كيما في الفيلم السينمائي اللي كان عندي الرول برانسيبال واللي خدمت عليه ماشي معناتها راح ديريكت مواقع التواصل راح ديريكت ولا الاكتينغ يعني درت اون فورماسيون وتعلمت ومازال نزيد نتعلم ومازال مانيش اكتور 100% واحد فينا ما يقدر يقول انا هو اكتور مازال يعني على بالي بلي لو فيلم راح يخرج بزاف شباب ان شاء الله يعني لا بلوبار كاع جينا مواقع التواصل مي تحت لا ديريكسيون تاع مزاحم يحيى سي كلير تحت لا ديريكسيون تاع مزاحم يحيى اللي هو الاب الروحي تاعي في هذا الميدان في التمثيل. شكون الفنان ربما لك حاب تمثل معاه راك شغل القدوه تاعك حاب تمثل معاه؟ بون عندك باينه عندك الكبار دوكا مي كيما عندك الاستاذ صلاح اوغلو اللي نتمنى له الشفاء عثمان علي وثاني بيان سور بصح هما ثاني حبسوا الزوج كاين بيونا اللي تلاقيت بها ديجا انسانه رائعه جدا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ونسي جامي بالك من الحق يكون عندي يعني درت هكذا فرصه باش نبان معاهم في سنه واحده بك معليش لا جينيراسيون جديده بون كريم ومثلت معاه. شكون حك حاب تمثل معاه قلت هذا الفنان لازم نمثل معاه لو كان يعني يبقى اخر فيلم ليا؟ مروان. مروان قروابي. مروان كيفاش تشوف الدور تاعك مع مروان قروابي؟ باش راني نيماجينيش قلت تيلي رياليتي هذه باش بون انا نحكي لك شغل مازال ما مثلتش معاه. فوالا مروان باسكو ديجا غير لي ستوري تاعنا برك سي ان سوكسي لي ستوري برك جوستومون ما كاينش زعما كاميرا صوت قلت لك تيلي رياليتي هذه تسمى تسمى زعما انا ومروان في فيلم اني يعني سولي سارتان بلا يخرج اكسترودينير ولي كوليس يكونوا افضل من الفيلم. نقطة واحدة أخرى فاروق واجد نفسيا وماديا فكرة الزواج ولا هاي تمشي برك؟ ماديا وي بالك نقدر لكن نفسيا نظن انه الزواج مساله ماشي سهله يعني راح تبارطاجي حياتك مع هذيك مع هذاك الشخص حتولو فريق حتولو يونيكيب لكن كيما يقول لك في الدين تاعنا كي تزوجتك من نصف الدين ديالك تسمى تبارطاجي معها نص حياتك يفو شوزي لا بون بيرسون هذا ما كان مانيش حي مخير تبارطاجي معها ميم دراهم وي ميم جيبك انا شوف ما نكذبش عليك انا زعما مرتي انا نصرف عليها نورمال مرتي. الناس اللي هاجماتك في وقت قضية الطلبة ربما وكانت ربما تهاجم فيك هاجماتك في وقت قضية الطلبة وانت ربما في محنة وهاجماتك لو اليوم يطلبوا منك سمح تسمح لهم؟ كاين ما نسمح لهمش ما قال شوف المسامح كريم وانا نسمح ما كاينش انسان يسمح كيما انا مي باش تشفى في انسان راه في السجن بلا ما على بالك الصح واش كاين وتقول بلي يستاهل وهذا وكذا ما نظنش انه شغل ميم بون ماشي نقول لك ربي ما يسمحلوش مي لازم تكون قلبك ميت باش تقدر ديرها يعني ما نقدرش نظن ما نشكش نسمح لهم. واش تقول لهم اليوم؟ واش نقول لهم؟ في الكاميرا شوف ولا شوفوا جمع انسان تلقاه في مرحله صعيبه يعني بالك دخل الحبس ولا بالك البيزنس تاعو ما مشاش ولا بالك ولا ما عندوش دراهم ولا بالك طاح فايت ولا راه مريض ولا في السبيطار ما تقدرش تشفى فيه حتى تكون في بلاصتو باسكو كيما صرات له هو بالك صرا ليماك بالك صرا لبابك بالك صرا لخوك بالك صرا لمرتك بالك صرا لوليدك بالك صرا لكليك يعني كيما تتمنى لنفسك ولا تتمنى العائله تاعك سي تتمنى للناس هذا ما كان ربي يفتح لك كي تتمنى خير الناس ربي يفتح لك. نقطه اخيره ربما قبل ما نروحوا للكويز رحت المكسيك وما خلاوكش تدخل كريني شي عباك شوف فيا درت نهار في السماء طياره علاش قلت لك نقطه الى سطات باسكو بزاف اشاعات كل واحد واش يقول علاش ما خلاوكش تدخل لانه ما عباش في الباسبور تاعك واش كاي اعطينا درك لا فري فيرسيون انا عندي باسبور الجيري باسبور خضر كيما كاع لي الجيريين لحقت المكسيك للمعلومه كنت
في لانجلتير كان عندي فيزا تاع لانجلتير دونك اوتوماتيكمون كي تكون عندك فيزا تاع لانجلتير تقدر تدخل بها للمكسيك. لحقت انا للمكسيك لحقت هكذايا مستاش قمجه نوادر بل منهم كيف ما لحقت هكذايا هاي هاو ار يو قال لي على جيت لهنا قلت له جيت هنايا قلت له باسكو انا هذه خدمتي وانا هنا فاري بان قولها قلت له هذه خدمتي قلت له جيت انا خدام قال لي كيفاش خدام قلت له انا كونتنت كرييتور تسمى شغل انا ندير لي فيديو انا ندير لي فيديو هو فهمها قلت جيت هنا نخدم دونك تاع بال دروات صانع محتوى فوالا قال لي صح قال لي وعندك بيروتور تذكره طيران باش تعاود تولي قلت له لا قلت له ما عنديش بيروتور قلت له بس ما فيش على احنا رياح قلت له بالك نروح لكوبا بالك نضرب دوره لتحت قلت له تما مازال قلت له كنت تحلم هذاك الوقت انا قد ما كنضرب مكسيك مكسيك كوبا قلت خلاص قال لي اوي ما عندكش بيروتور قلت له اه قال لي وعندك دراهم كاش عندك قلت له لا قلت له ما عنديش قلت له عندي كارطه بس كان كاين فواياج عندي معايا كارطه باش طاك طاك ديريكت تخلص قال لي اوكي قال لي عندك فيزا قلت له ما عنديش قلت له انا عندي فيزا تاع لانجلتير قال لي وعندك ولك رايح قلت له لا قلت له ما عنديش قال لي تسمع شوف ما عندكش بيروتور ما عندكش دراهم الكاش وما عندكش فيزا وما عندكش وراك رايح قال لي بون شوف انت هذوك هكذا كيما راك راح دخلوني في واحد الشومبر هكذايا دخلت انا واحد الهندي والله واحد الهندي وزوج واقيلا من سود افريك وان كوبل سيتي دي روس واحد فيهم عنده باسبور احمر هادوك كاع لي باسبور شري باسبور هادوك كاع جمعونا قالوا لنا بون دوك انتوما كيما راكم عاودوا قلعوا حطونا من الورقة قعدت من الورقة في الطيارة درت ستوري قلت لهم خوتي حوزوني من المكسيك شوفي ما نكذبش عليكم بعد كي لحقت لباري بعثوا لي ميساج قالوا لي باسكو انا كان عندي واحد صاحبي تما يعرف كذا وذا قال لي ملي كان قلت لنا كذا منا باسكو انا كي لحقت نحوا لي كلش ينحوا لي كلش ني تليفون ني باسبور ني طب كيما راك بعد في الطيارة باش يمدك التليفون يقول لك هاك راح ودوكا مازال حرقه في المكسيك عاودتي فكرتيني فيها اقسم بالله باك نعاود نبكي يلا باش ننساو نروحو ديريكتومون للديرني كوي الي ديريكتومون عندك سؤال يقابل عقاب وانت اختار اوكي يلا نبدا سؤال سوا تعطينا شحال تخلص في الاشهار عقاب عقاب هاي عقاب عقاب غني لي اغنيه شعبي شعبي حبيت شعبي شعبي يلا معليش ما تعرفش شعبي غني لا راه نعرف شعبي شنو خلاص ما لا غني لي قلت نعرف شعبي كانوا يعيطوا لي المغنيين كي كنت اه وي هي سي فري سي فري تسمع غنيك تاع المغنيين الزين هذا جوز شعبي انت جوز نعم هي المغنيين الزين يا صدق الجنحي قديم مضى وسنين سؤال ثاني اعطيني عذاب عذاب استنى اعطيني اسم شخصيه مشهوره درت لها اون فولو ولا دير لي فيديو تيك توك كيفاش ندير فيديو تيك توك كان واحد الفيديو لازم تعاوديرها راح يوري لي الفيديو هذيا يلا سكني وانا كما دير لي فيديو تيك توك دوكا وشنو بهاد الاغنيه اه واش زعما تحكي معاهم هما دير لي لا كوري ولا فيديو ولا تقول لي شكون الشخصيه المشهوره اللي ديزابونيتها لازم تكون جزائريه بيان سور لازم تكون جزائريه اه هي ما كانش بيان سور كي قلت لك انا انا قلت اي مكتوبه شخصيه مشهوره درت لها اون فولو جزائريه لازم تكون اه جزائريه بيان سور تديني تقول لي ديزابونيت بيونسي انا واش ندير بها هذه ديزابونيت بيونسي تعبكتها واش معاها هذه الكلمه واشتني يلا ولا دير لي هذا الفيديو بال لا كوري تاعها هادي شوف نشدوها طرح عندنا في ليميسيون هادي اخلاص سي بون يلا نمروا سؤال واحد اخر هل الفاروق مرتبط حاليا ولا لا اعطيني مواصفات خلاص عطيتهم لي مواصفات الاحلام آه. ولا العقاب تعطينا اخر رساله وصلتك والله غير عندي 24 سنه اربع عندي عندي 24 ساعه مني وليت ماشي مرتبط عندك 24 ساعه 24 ساعه سوا سوا وشنو السبب اللي خلاك تولي مش مرتبط؟ ديتي يا اخي قلتي لي مرتبط لا 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 بصح قول لي دخلي لي في اسمو قول لي وشنو السبب اللي خلاك ما تولي ماشي مرتبط؟ باش يعرفوه المشاهدات باش ما يديروش انا نغير بزاف اه تما تغير انا نغير نقتل كاع كبا بعد 24 ساعة كبا بعد 24 ساعة على بالناش خلاص لو كان ترتبط
بزوجتك وتقول لك ما تهدرش مع هاد هاد النساء في الدومين تل تل بيرسون تل بيرسون لانه هي ثاني غايه وراكي ما انت مرتي اه شو غيره بك اه غيره اه بصح انا مرتي ما تغيرش باسكو شاب عليهم كاع بالعاده الجزائري اللي مرو فرانشمون تقدر تزوج من دومين ولا تمشي من برا دومين جي والله ما لا شوف انا جي با بروبليم زعما زعما ندي مرا مشهوره ولا ماشي مشهوره انا اللي فات لي نتفاهم انا ومع شغل بيني وبين مرتي وكان احترام بيناتنا ويعني وعلى بالي بلي هاد الانسانه محترمه قدام الناس ولا قدامي انا هذاك هو صح تخبي تمام دوما ولا ماشي دوما خدامه ماشي خدامه قريه ماشي قريه يلا اعطي ناس في السؤال الاخر عندك في السؤال اللي يقول اسم الشخص خاب ظنك فيه يعني ايتا ديسو أه؟ وبتحكي لنا وعلاش صح ولا تتصل لنا دوكا بني ميديا انا نقول لك شنو خيب ظني ونعيط له قدامك مروان احنا والله باسكو فتحت ريستو مازال ما جاش بس قال لي ريجيم عيب عليه والله انا قلتها نقولها في كاميرا قال لي ريجيم ما نقدرش نجي قلت لك كيفاش ما نقدرش نجي قال لي ريجيم انا بصحدوش ما حنجيبه دوك نقول له يجي سؤال واحد اخر تحكي لنا حاجه مخبيها على الناس أه. والمتابعين وراهي وجعتك أه. ولا دير فولو لشخصيه ما راكش متابعها وما راكش حاب تتابعها وتنحيه نعاود ندخل نشوف بعد البرنامج انت على بالك اكزاكتو شكون مانيش حاب نتابع تروح تتابعو دوك لا شوف هذا الانسان على بالك حاب تعرف هذا الانسان يعني ما عرفش نقدر نقول عليه صحفي مي انا مانيش نتابعو انت دوك مي هذا الانسان شغل لو كان جاو كاع صحفيين زعما كيما شيماء ولا كيما زعما لي كوليك تاعها ولا كيما صحفيين اللي نعرفهم انايا فوالا يعني صحفيين محترمين تمام زعما كيمد معلومه يتاكد منها فوالا باسكو ميم شغل ميم مع ربي حرام صح. تمد معلومه وهي صح. ماشي صحيحه وهذا الانسان هذايا هذا صحفي يمد بزاف معلومات اللي هما خاطئين كيما انا قبل ما قبل ما يصراو لي هذاك البروبليم مد معلومه اللي ما كاش كاع منها قال لهم بلي ريفكا روج للدراسه الاوكرانيه دروك انا جامي في حياتي هضرت على لوكرين ما هضرتش كاع عليها لوكرين انا هضرت غير على وين رحت هضرت على تركيا ورحت لتركيا وفيريفيت في تركيا ومازال كاين لي فيديو بلي رحت لتركيا درك عندك خيار يا تتابعو هو ما نتابعوش الموت هذا ما لا قول لي واش راك مخبي على المتابعين بلي نكره هذا السيد تنتبري قليت انت مخيطها واش راني مخبي واش راني مخبي زعما باش نخبي ولا غير نحكي لك غير كيما شريت سياره سياره احلامي كيما يقول لك لي كنت قرف شغل عندي الشحاوه نحب نشريها ملي كنت صغير شريت بون ماشي شريتها نقدر نقولوا شريتها باسكو خرجتها من عند من لو سمو كي يعيطوا لهم كاستجنير فوالا شوروم خرجتها من الشوروم جبتها من الصيف اللي شافي نحيي كاع ناس الصيف جبتها من الصيف لحقت الالجي طوموبيل بزاف شابه جا دوك هكا ياكل فيها قلبي جبتها درت فيديو باسكو ما كانش على بالها والبادري ما كانش على بالو واحد ما كان عمرو شريتها لحقت قريت عند دار ماني طبطبت قلت لي ما خرجي خرجت شافت شافت هذيك السياره قالت لي تاع من هذه قلت لها تاعي قالت لي امبوسيبل قلت لي ما هذه السياره تاعي انا صدوق كامل هنايا وني شوف لي ما راهي مال فريمون مالاليز حطيتها رحت عند البادري كيف كيف شافها قال لي الطوموبيل هذه قلت قدامنا دخلت رحت شفت صحابي بون صحابي فرحوا باينه يصوني تليفون واش تقول لي يما قال لي هادي انا هضرت مع باباك قالت لي شوف خير يا حنا يا هالطونوب نو والله قالت لي يا حنا يا هالطونوبيل قلت لها يما بصح علاش كذا قالت لي هالطونوبيل قالت لي وليدي قالت لي انا على بالي قالت لي هالطونوبيل مانيش نحصلها يعني احساسها ما احساس تاع ام واش درت لها؟ رجعتها اغلى كاش ديتو اه ولا اسم اول حب في حياتك نمد لك اسم اول حب اسمع والله نمد لك المهم ما كاش كاشي اه واسمها اصبري تفكرها خاصيتها كاع مسكينه سيليا بزاف كانوا بزاف باش نسيت اسمها شويه شويه سيليا سيليا كنا نقراو كيف كيف لو كانت موت على ايماجين كنت نشد زعما ورقه هكذايا ونكتب لها خا خطر وصرا تكتب رساله نكتب لها سيليا احبك واش درت؟ مديتها صاحبي صاحبي شدها باش يمدها صاحبتها وصاحبتها تمدها لها دوك صاحبي شدها مدها صاحبتها صاحبتها واش دير؟ وانا
هي دارت هكا وتقرا سيليا احبوكي بعد واش دير استاذه يعني كشفت انساتي انساتي كرهتها سيرتك بس فهمي تما سيليا هذيك كرهتها بعد سيليا ما شحلبتني خلاص هذه الحكايه عافي شحلبتني كاع سبعت لي ميساج غير كيما ماشي غير كيما غير انستغرام شوف قبل ما نعطيك كتاب المشاهير راح تحلو اول صفحه انت وتكتب فيه صح المقوله اللي انت تحسها او المقوله اللي تمثلك او المقوله اللي تمشي بها المهم تفرغ قلبك في كتاب المشاهير واول صفحه حتكون فيها انت اعطيني ختام للناس اللي يحبوك والناس اللي يكرهوك واش حنقول في الكاميرا مش معايا انا بون الناس اللي تحبني واش نقول لكم دائما الميساج اللي نقولوه يعني لو بلوس امبورطون في هاد الدنيا سي والديكم بلوس امبورطون في هاد الدنيا سي تلحقوا لي بي تاعكم ماغري بالك حتلاقوا بزاف عفايس وراهمش رايحين ماهمش رايحين يساندوكم في حياتكم مي يفوا توجور تكملوا ما غاديش نقول لكم بالك بلي انا اكزومبل مي بالك دو بالك غادي نقول شويه تاع موتيفاسيون الوسره اللي ليا دوها بالك عبره ليكم اي ولا ربي يوفقكم ونتمنى الخير لكاع الناس فوالا والناس اللي ما تحملوش راح نقول لكم خوتي ولا خياتي ولا كي تشوفوا فينا بالك ما تعرفوش ماشي ليفكا فاروق لانه ليفكا بالك او شخصيه تعرفنا شويه يعني فاروق شويه بالك ما تعرفوش فاروق بالك ان شاء الله تلاقوا بيا اون فري باسكو كاين بزاف الناس اللي تلاقوا بيا اون فري تلاقوا بفاروق ماشي ليفكا اباش قالوا لي يا اخو فينالمون انت انسان انتيك وبيا قال لي بصح ليفكا مازال ما نحبوش شغل قال لي يا اخو انا ما نتبعش هذا الفيس قال لي بصح انت انسان انتيك راكي فاهمه دونك فوالا دونك وي بالك ليفكا ما يعجبكمش بصح بالك فاروق انتيك بالك بالك تلاقوا بيا بالك بدلو رايكم مادام هكا شكرا لك اللي تقبلت وراك كتب مشاعر بصح درك فلافا قبل ما نختم آه. رحت تكتب السيشن تاعك نختم الحلقه معليش راح اختمي الا حبيت آه. تحب نقعد ولا نزيدو آه. خلاص نختمي سي بون اون توكا ميرسي بوكو نتمنى لك كل التوفيق اي فرانشمون جادمير لا بيرسون كو تو نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا ربي من النجاح النجاح او يضحك لي ضحكه سبرات دير هاد الهضره اللي قلتها قايل لا با بري وسيري لا ولا غير ولا غير راني حشمتيني عجبك البرنامج اليوم وي كراف بكيتوني بعد ضحكتوني بعد كنا سيريو جاست مليحه جاست هايله مانيفيك شكرا اللي جيت اليوم شكرا لكم مشاهدينا اللي تابعتونا نتمنى انه يعجبكم البرنامج وقولوا لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عفوا شكون ضيوف لكم حابين تشوفوهم في كتاب المشاهير وحابين تعرفوا قصتهم في هذا الكتاب نشكر طبعا لوتيل فيغديليلي اللي استضافتنا وشكرا لكامل الناس اللي واقفه على هذا البرنامج من تقنيين اعداد وكل الناس اللي تكنيسيان توجور كاين بزاف ناس اللي ما على بالهمش كاين ان بوين جميع عفسه تشوفوها في التلفزيون ولا بالك تشوفوها في يوتيوب ولا شاك فيها اضاءه فيها مكياج فيها كاميرا حنايا فيها صوت حنايا بلا هما والو صح والله صح باسكو الميتي تاعهم بزاف قرابيعي صح باش تفهموا ينوضوا صباح ويبقوا معنا حتى الليل حنا مورانا هنايا رانا نهضروا نضحكوا هما يعسوا الضو يعسوا الصوت يعسوا ليماج دونك يعطيهم الصحه ونحيي كاع لي زيكيب تكنيك اللي خدمت معاهم شكرا تحيه كبيره لكامل الفريق اللي راهو عامل على هذا البرنامج من اضاءه مكياج ليديا شكرا للصوت شكرا للكاميرا كامل كيما راكم وشكرا طبعا للايشوب حتى اليوم ان شاء الله نتلاقاو في البرنامج القادم